السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده اخبار الزمالك. النهارده الثلاث 11 يوليو، واول خبر معانا الخميس الزمالك يلتقي مع الاهلي في قمة الدوري الغير ممتاز. مستر سوري طبعا جهز لاعبي الزمالك فنيا وبدنيا ومعنويا وقال لهم انا بثق فيكم وفي قدرتكم، ومباراة الاهلي فرصة لاثبات القدرة على المنافسة مع الاهلي. انتظم في تدريبات الزمالك ثلاثي المنتخب الاولمبي حسام عبد المجيد محمد طارق وحاتم سكر، ودلوقتي الاشاعة طالعة ان حسام عبد المجيد اغلى لاعب في الدوري المصري، عشان يبوظوا اخلاقه ويتلفوه ويتغار لازم نفوق يا جماعة ونخلي بالنا من الشائعات المغرضة دي. الجميع ما عدا المصابين جاهزين للقاء. اللقاء هيتلعب يوم الخميس الساعة 8:30 مساء، وفي بقى شائعة مغرضة خبيثة ان لاعبي الزمالك سوف يقومون بعمل ممر شرفي للاعبي الاهلي كنوع من الاحتفاء والتكريم لهم، ولكن التكريم الحقيقي لابطال الدوري بالحكام، ها ما تنسوش بالحكام، هو الفوز عليهم. ومن المستحيل ان المستشار مرتضى منصور سوف يأمر اللاعبين بعمل ممر شرفي للاهلي. من يعرف المستشار جيدا يعرف ان هذا الامر مستحيل في ظل وجود الادارة الحالية للنادي الاهلي لاسباب كتيرة لا داعي لذكرها الآن. الخبر اللي معانا بعد كده نتائج الأسبوع قبل الأخير في الدوري ونجاة الإسماعيلي وسيراميكا من الهبوط. ألف مبروك لفريق الإسماعيلي وجمهور الإسماعيلي. في الجولة 33 الإسماعيلي فاز على الداخلية 1-0، سيراميكا فاز على بيراميدز 2-1، فريق غزل المحلة تعادل مع البنك الأهلي بدون أهداف، الجيش فاز على أسوان 1-0. الموقف زي ما هو قصادنا اهو، سيراميكا والإسماعيلي 37 نقطة، خلاص دول عدوا، خلاص مفيش تهديد ليهم، خلاص دي نقطة النجاة 37. بينما بقى طلائع الجيش وسموحة والبنك الأهلي عندهم 36، بس سموحة فاضل له ماتشين، منهم ماتش النهاردة مع إنبي. البنك الأهلي قلت لكم 36، نادي أسوان 33، غزل المحلة 33، الداخلية 32، حرس الحدود 21. لو قلنا إن النقطة 37 هي طوق النجاة، يبقى لازم نعرف إيه هي مباريات الجولة الأخيرة. عندنا أسوان والداخلية وحرس الحدود والمحلة والبنك الأهلي وفيوتشر والمصري وسموحة وبيراميدز والجيش. قلنا لكم إن سموحة هيلعب النهاردة مع إنبي، أول ما انشر الفيديو مش هعرف بقى النتيجة حصل فيها إيه. سموحة محتاج نقطة واحدة بس علشان يوصل للنجاة للنقطة 37، والمواجهات المباشرة هي اللي هتحسم معركة البقاء في حالة التساوي في النقاط، وبناء عليه غالبا فريق من أسوان المحلة سوف يهبط إلا إذا تساوى أكتر من فريق في النقاط المحتملة. فممكن نظريا أسوان يوصل للنقطة 36 والمحلة أيضا توصل للنقطة 36، والبنك الأهلي يتوقف رصيده عند 36، وسموحة لو اتغلب الماتشين يتوقف رصيده عند 36، والجيش يتوقف رصيده عند 36. هنا بقى هنعمل جدول من 5 فرق نجمع فيهم المواجهات المباشرة بينهم وبين بعض بعيدا بقى عن باقي أندية الدوري. الداخلية أقصى رصيد ممكن يوصل له 35 نقطة، ده محتاج معجزة، وغالبا سوف يهبط مع حرس الحدود اللي تأكد هبوطه رسميا، ودي توقعات نظرية والله أعلم ماذا سيحدث. الخبر اللي معنا بعد كده إقامة قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل. الاتحاد الإفريقي يوم الخميس الجاي إن شاء الله لأول مرة هيبقى فيه 9 منتخبات إفريقية تتأهل مباشرة لكأس العالم. الحمد لله منتخب مصر في المستوى الأول، ومعاه في التصنيف منتخبات 8 دول كمان اللي هم
المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار، بالإضافة طبعا لمنتخب مصر. كده عندنا 9 منتخبات مستوى أول، دول يتحطوا على رأس كل مجموعة. يبقى عندنا كم مجموعة؟ عندنا 9 مجموعات، كل مجموعة هتضم 6 منتخبات. هيصعد مباشرة أول كل مجموعة، يبقى عندنا 9 منتخبات هما اللي هيوصلوا كأس العالم بطريقة مباشرة. وأفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني هتتلعب دورة مجمعة ما بينهم لاختيار منتخب يشارك في بطولة تضم 6 منتخبات. البطولة دي هتكون فاصلة بين 6 منتخبات علشان يتاخد منهم منتخبين يوصلوا برضو لنهائيات كأس العالم. المنتخبات الستة فريق من كل اتحاد قاري ما عدا أوروبا، وفريق إضافي واحد من اتحاد الدول المضيفة، اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. الخبر اللي معنا بعد كده فيديو مرتضى منصور الجديد، فيديو حديث يا جماعة بخصوص إمام عاشور. إمام عاشور، هديتي ليك يا محمود يا خطيب زي كهربا، هكذا قال المستشار مرتضى منصور لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع حفظ الألقاب. ملخص الفيديو ان امام عاشور عامل اشتغالا الزمالك، روحه وحبيبه وكيانه والجمهور ومش الجمهور، بيلعب على مشاعر الجمهور وعاوز يرجع، بس الادارة هي اللي مش عاوزة. مستشار مرتضى منصور كشف ان امام عاشور موقع اصلا للاهلي في الساحل الشمالي في وجود حسام غالي وخالد مرتجي وامير توفيق، واكد المستشار مرتضى منصور ان امام عاشور متاخد من الدنمارك، من نادي ميتلاند الدنماركي، وليس متاخد من نادي الزمالك. واذاع المستشار مرتضى منصور مقطع منتشر للكابتن محمود الخطيب ان النادي الاهلي اهم من الخطيب، ولا تسامح مع من يخطئ في حق الاهلي. وختم الفيديو بقوله، ده بالمستشار مرتضى منصور بقى، قال انا مدي مهلة للفيلم الهندي بتاع محمود الخطيب بالبلاغات، لو ما قفلش هطلع احكي بالتسجيلات اللي عندي. وعلى فكرة هو كمان زعم مقطع بقى للكابتن سيد عبد الحفيظ بيتشطب بالقيم والمبادئ، واي لاعب بيشتم وبيعمل لا يمكن ينضم للنادي الاهلي، لكن طبعا امام عاشور شتمهم وبهدلهم وانضم حاجة زي الفل. يعني عايزين تعرفوا رأيي الشخصي، في كمية اشاعات مغرضة ضد المستشار مرتضى منصور لانه بيعمل من اجل صالح الزمالك، وبالتالي الزمالك هو المستهدف. ما هو في الوقت ده يقولك شيكابالا عليه عقوبة علشان سبورتنج لشبونة له 1.5 مليون دولار قسط المفروض يروح له، وان الزمالك القيد هيقف، بيهيجوا الجمهور ويهيجوا الناس، واحنا عارفين بقالنا اكتر من شهر الموضوع ده، والادارة هتدفع الفلوس، ومجرد دفع الفلوس لا في عقوبة ولا يحزنون. وكمان شائعت ان المستشار مرتضى منصور هيعمل ممر شرفي لتكريم لاعبي الاهلي والاحتفال بيهم لفوزهم بالدوري. يا جماعة قولوا كلام يدخل العقل، والاشاعات اللي طالعة ان المستشار مرتضى منصور اهلاوي اصلا وبيدمر الزمالك، يا جدعان هو لو اهلاوي ولو بيدمر الزمالك، انا بقول للناس اصحاب العقول الصغيرة، هو لو اهلاوي بيدمر الزمالك كان الكابتن محمود الخطيب هيحبسه ويرفع عليه القضايا دي كلها، ولا كان هيبقى من مصلحته انه يستمر؟ انا بخاطب اصحاب العقول الصغيرة، لكن الناس الناضجة الفاهمة عارفين المستشار مرتضى منصور بيعمل من اجل نادي الزمالك ومصلحة نادي الزمالك، لكن المنافسة مع النادي الاهلي صعبة جدا في ظل النادي الاهلي معاه فلوس يا جماعة زي الرز ملاش اول من اخر، زائد التدعيم من كل حدب وصوب زي ما بيقولوا، مش قادر اوضح اكتر من كده، غلط ان اتكلم اكتر من كده، انتم فاهمين وانا فاهم والناس كلها فاهمة. هنا عاوزين النادي الاهلي يبقى الاول على طول، بيعتقدوا زي ما الوزير خالد عبد العزيز او الاستاذ خالد عبد العزيز قال ان النادي الاهلي لما بيكسب الجمهور بيفرح، البلد بتنام مبسوطة، الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله وانا اللي قلته، ما كلام معروف ومنتشر. وبكده انتهت اخبارنا النهاردة، لكن طبعا ما انتهاش حبنا لنادي الزمالك ولا لجماهير نادي الزمالك العظيمة. وفي النهاية شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.